عدم التفريط في علوم الآلة، هذا أهم مقتضياته، أهم مقتضياتي عدم التفريط في علوم الآلة، لأن من فقد علم الآلة لن يصل إلى مبتغاه، عدم التفريط في علوم الآلة، مع وهذا مهم عدم الإغراق في علوم الآلة، لأنها وسيلة وليست غاية، عدم الإغراق في علوم الآلة هذا مهم جدا. الأمر الثاني عدم احتقار أي شخص أن تأخذ عنه علما من حيث المعلومة نفسها، من حيث المعلومة نفسها. فإجلالك لغيرك يبنى على أمور عدة، أما قبولك للمعلومة ليس له علاقة بذات الشخص، ليس له علاقة بذات الشخص، قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، فأقره على المعلومة التي منحها إياه الجني أن من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ، مع أن القائل جني سراق، لكن لا علاقة لنا بالقائل، العلاقة لنا مهمة جدا بقضية المعلومة. من شروط تحصيله أن العلم يجمع، بمعنى أنه لا بد من مراحل حتى يصل الإنسان إلى كثير من بغيته، لا إلى كل بغيته، إلى كثير من بغيته. قال الشافعي وصحبة أستاذ وطول زمان، فلا يمكن أن يطير أحد قبل أن يريش، فيأخذه الإنسان على تؤدة على مهل. لا بد في العلم، وأنا أتكلم من غير ترتيب، لا بد في العلم من المراجعة، لأن علم الأنبياء وحي لا يحتاجون فيه إلى مراجعة، أما نحن معشر المتعلمين فلا بد فيه من المراجعة والمدارسة والمذاكرة والعرض حتى يثبت في القلب والعقل، حتى يثبت في القلب والعقل. هنا فائدة، يقولون إن المأمون سابع خلفاء بني العباس قال لأبي علي المنقري يا أبا علي فيك ثلاثة عيوب، قال وما هي؟ قال إنك تلحن في كلامك، وتكسر الشعر ولا تقيمه، هذه اثنتان، ولا تجيد الكتابة. فقال يا أمير المؤمنين أما اللحن فربما سبق لساني منه شيء، وأما الكتابة والشعر فلا حاجة لي بهما، فإني رأيت الله نزه نبيه عن الكتابة ونزه نبيه عن الشعر. فقال المأمون يا أبا علي كنت أظن أن فيك ثلاثة عيوب، فإذا هي أربعة، الثلاثة التي ذكرت وجهلك. ثم قال له يا جاهل إن عدم فهم الشعر وعدم القراءة والكتابة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، حتى لا يشكن أحد في وحيه الذي أعطاه الله إياه، أما في غيره فهي منقصة، عدم فهمه للشعر أو عدم إجادته للقراءة والكتابة فهي في حقه منقصة، لأن الإنسان إذا كان لا يفقه الشعر ولا يجيد القراءة والكتابة أن له أن يتعلم، لا بد أن يكون هذا مهون في الأمر، فهي في حق غيره منقصة وفي حقه صلوات الله وسلامه عليه فضيلة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، استطراد آخر من التكلف. قال بعض الناس عياذا بالله الرسول كان يعرف يكتب، قيل له والله يقول ما كنت تتلو من قبله بكتاب ولا تخطه بيمينك، قال ما هي مشكلة، كان الرسول يكتب بشماله، فهذا نوع من العنت حتى يخرج منها، لكن الله أراد نفي الكتابة بالجملة. والمقصود أن العلم كما ذكرنا يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى أخذ وعطاء، كذلك يحتاج العلم، وهذه يعني مهمة جدا في القضية، إذا تبنيت رأيا لا تجلب على خصمك فيه بخيلك ورجلك، فربما تراجعت عن هذا القول ذات يوم، فاترك لنفسك في الحياة كلها خط رجعة تؤوب إليه، إلا في مسائل العقائد، لأن العقائد مبنية على اليقينيات، لكن في مسائل الفقهية والأخذ والعطاء اجعل لنفسك خط رجعة، فربما على المدارسة والأخذ والعطاء يتبين لك خلاف الذي توصلت إليه. الكلام في العلم أمره طويل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع،
فإذا كانت ملائكة الرحمن ترضى عمن خرج قصدا في طلب العلم فهذا دلالة على فضله وسموه كقصد في ذاته. لكن إذا جئنا في الأشياء الروحانية الإيمانية فإن ما أجمل العلم أن يدل على الله، وإنما العلم الخشية كما قال الحسن البصري رحمه الله، وهو مأخوذ من قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. زادني الله وإياكم تبصيرة بما نقول ونسمع، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منا.